طبعا لا يقل طول الطالب عن 165 سنتي والطالبة 155 سنتي. بيستثنى بس السنة دي اللي هم طلاب الحاصلين على بطولات دولية أو بطولات أولمبية في خلال 3 سنين اللي فاتت. بعد ما بيوزن الطول، بيقيس الطول وبيوزن الوزن، الطالب اليوم التاني بيمتحن المهارة، بيختار لعبة معينة هو بيجيدها أو بيحبها ويمتحن فيها، وفي اختبارات بدنية زي اختبار مثلا الشد على العقلة، زي اختبار الرشاقة، زي اختبار المرونة، اختبار الوزن العريض. الاختبارات دول 6 اختبارات الطالب بيأديها، كل اختبار ليه درجة معينة. مع المهارة المفروض الطالب عشان ينجح في البدني والمهاري يكون جايب حد أدنى 60% في مجموع الاثنين. الاختبارات عليها 60 والمهارة عليها 40، مجموعهم 100. عشان ينجح لازم يجيب 60، ده حد أدنى في الاثنين. بعد كده الطالب بيمتحن امتحان الشخصي. امتحان الشخصي ده بنشوف فيه نطق الطالب، المظهر العام للطالب، يعني شخصيته ازاي بيتكلم، كل ده بيبقى ليه تأديب. كنت عايز اقول برضو ان قبل الطول والوزن في حاجة اسمها اختبار القوام، ان احنا بنشوف الطالب هل عنده تشوهات قوامية تعوقه عن ممارسة النشاط الرياضي. يعني طبعا طبيعة كلية التربية الرياضية هي كلية عملية، وبالتالي الطالب علشان يقدر ان هو يأدي ويمشي في الكلية لازم يكون بنيانه البدني سليم، ما يبقاش فيه تشوهات قومية ممكن تعوقه عن أداء الدراسة. تمام. هم الطلبة اللي بيقدموا في الكلية هنا لهم شعبة معينة، شعبة مثلا علمي رياضة علمي علوم، ولا عادي الأدبي ممكن يقدم برضو؟ لا، احنا عندنا بالنسبه للشعب الادبي او العلمي متاح ليه ان هو يخش كليه التربيه، سواء كان ادبي او كان علمي علوم او علمي رياضه، دي موجوده في الاثنين. تمام. من اول بقى بدء الاختبارات هنا في من يوم الاحد، الكليه استقبلت تقريبا كم طالب على مدار الايام الماضيه؟ يعني ممكن نقدر نتكلم في حدود 750 770 في الرينج ده، بنين وبنات لحد امبارح تقريبا. هل الكلية لها قدرة استيعاب مثلا عدد معين ولا اوبن لا، احنا فهم؟ بالنسبة للاختبارات لا، تمام. اي طالب من حقه ان هو يتقدم ويسحب، وان احنا نختبر بأي عدد. ممكن برضو الكلية تقبل الطلبة من خارج محافظة القلوبية، ولا مقتصرة على كلية لا لا، هي القلوبية؟ محددة محددة، المجلس اعلى الجامعات بيبقى محدد قطاعات معينة، احنا هنا مرتين بينا اللي هي على مستوى محافظة القلوبية، القطاعات بقى بتاعتها كلها بتبقى متحدده. على مستوى الإدارات الخاصة في محافظة القلوبية. محافظه القلوبيه. تمام. الإرشادات بقى اللي بتقدمها كلية التربية الرياضية للطلبة اللي لسه بيقدموا بتبقى عبارة عن إيه؟ يعني انا بطالب الطلبه قبل ما يفكر ان هو يقدم يخش على موقع الكليه ويشوف نظام الدراسه في الكليه، يشوف ايه الارشادات، يشوف ايه التعليمات، يشوف ايه الشروط اللي تتناسب معاه ولا لا، لان في برضه بعض الطلبه بيبقى ممكن يكون المكون الجسماني بتاعها لا يتناسب مع الكليه، وبالتالي بيضطر ان هو بيجي وبعد كده بيفاجئ ان هو مثلا راسب في الوزن، وزنه تقيل مثلا او الطول. فيعني نصيحتي للطلاب قبل ما يبدا يجي يخش ويدفع فلوس ويتقدم، يشوف الاول، يخش على موقع الكليه ويشوف الشروط اللي هي تنطبق على الطلاب، بحيث ان هو يعني يعمل عمليه اختبار ذاتي لنفسه، هل هو متوافق مع الشروط دي للكليه ولا مش متناسبه معاه، وده توفيرا للوقت والنفقات برضه. لان تمام. للاسف برضه بنفاجئ ببعض الطلاب بيكون معدل طول وزن مش متناسبه معاه، وبيقدم مثلا وبيجي بيدفع فلوس وبيفاجئ ان هو ما ينطبقش عليه الشكل العام بالنسبة لطلاب الكلية.
لو طالب دخل وتم اجتياز قدراته كده بيتم التسجيل على الموقع ولا بينتظر نتيجة الثانوية العامة؟ لا احنا ملناش علاقة بنتيجة الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة ده موضوع خاص بمكتب التنسيق. احنا عندنا الطالب بيقدم وبيختبر واحنا بنرفع النتيجة بتاعته بعد تاني يوم على طول. يعني بيمتحن زي ما قلت لحضرتك يومين، اليوم الاولاني بيخلصه بيجي اليوم التاني يمتحن، كنترول على طول بيبقى شغال وبيعمل الكشوف بتاعته للطلبة وبيرفع على طول على الموقع للمجلس أعلى الجامعات. اما بقى ان الطالب يعني يجي او ما يجيش دي حاجه خاصه بمكتب التنسيق و نتيجته بقى في الثانويه العامه. تمام، شكرا دكتور اسامه صلاح عميد كليه تربيه رياضيه جامعه بنها، شكرا لحضرتك على المعلومات الوفيره اللي اعطتها لنا للطلبه. ده بيوفر كتير ان الطلب بدل ما بيجي يسال يجي حدنا يسال، يعني من خلال موقعنا يقدر يطلع على الطرق والتسجيل لتقديم الكليه. شكرا دكتور اسامه، شكرا لحضرتك وشكرا للساده المتابعين.